يعطيكم العافية. أنا بشر صواف، طالب طب من الجامعة السورية الخاصة سنة سادسة. اليوم رح أكون معكم بالساينتفك كوندكت. بلشنا من تحت. نحن هون ليش هلا بالدورة؟ كل شيء بلشنا فيه من الـ NIH هو عبارة عن سيستم ايثيكس. هلا نحن بالسيشن الأخير عم نحكي عن الإيثيكس مثل ما بلشت الدكتورة جمان، ورح نكفي بأهم المشاكل اللي بتطلع مع الباحث اللي هي بتتعلق بالمشاكل التقنية خلال كتابته للبحث، أو المشاكل الخلافية اللي بتنشأ بين أعضاء المجموعة البحثية اللي عم تكتب البيبر. ليش القصص بتطلع بمشاكل خلال البيبر وقت عم تنكتب؟ ليش بتطلع هالمشاكل بشكل واضح؟ الفكرة منها إنه هو اللي بيشتغل بالريسيرش بيكون ما عنده غالبا بأول تجربة أو تجربتين، ما بيكون عنده إلمام قوي بالجايد لاينز اللي بتحكي عن الإيثكس والساينتفك انتجريتي. دائما بيحطوا إلى حجج إنه مثلا نحن بلو ريسورسز معنا اكسبيرمنت كوننا اندر جراجويت فبكون ما في غالبا خبره منيحه بهذا الفيلم. شو بتتوقعوا نحن تكون نتائجنا اذا بني ادم ما كان عنده خبره وفات بهذا المجال؟ بتوقع انه من اول مره ينجح؟ اكيد غالبا ما راح يكون ناجح لانه الساينتفك انتجريتي هي موضوع المحاضرة تبعي بشكل رئيسي. All scientists should be committed to the responsible use of the process known as scientific methods. Scientific methods هي اللي حكينا عنها من امبارح لليوم، اللي بتحكي عن البروتوكولز اللي بيكتبوا الطالب او الباحث من اول ما بلش بحثه، واللي هو بيحكي من A to Z شو هي عناصر البروتوكول. امبارح الدكتور احمد خالدي حكى عنها، واليوم دكتورة جمان هي اللي حكت بالفكرة انه لازم يكون الباحث شفاف وواضح ويلتزم بكل المعايير الأمانة العلمية لحتى يكون دعم نفسه بالمرتبة الأولى، وبالمرتبة الثانية دعم زملائه اللي عم يكتبوا معه بالبيبر، ودعم المرضى اللي هن عم بالنهاية هن المستفيدين. نحن كريسيرشرز نحن بالنهاية عم نقدم خدمة مثل أي خدمة تانية عم يقدموها أي قطاع غير صحي بالحياة. فبالنهاية هي سيرفيس، فالسيرفيس لازم يكون إلا في عقد أو شرط. الشرط هو عم يحكي إنه البروتوكول يكون واضح من البداية وما يتعدل أو ينكتب البحث بعدين، ينشغل البحث بعدين ينكتب كبيبر وينحط فيه شو ما كان. لازم يكون الإنسان كاتب البروتوكول، كاتب شو رح يصير. يعني الانتجريتي مو إنك تكون صريح وواضح بشو عملت، بدك تكون صريح وواضح بشو رح تعمل وتلتزم فيه. البوصلة لكل ريسيرشر إنه هو يكون عم يلتزم مثل ما حكينا بكل ما كل شغلة سوا. هلا ليش غالب العالم تعتقد انه الريسيرشرز هن ناس كثير اخلاقيين؟ نحن مثل ما نعرف انه ريسيرش هو ضوى على شغلات كثير كبيره ومنيحه بالادب الطبي، وهو كان سبب كثير كبير بتطور العلم. بس بنفس الوقت في نقاط سوداء ما بنقول لوثت هذا البياض، بس هي كانت دروس كثير كبيره لريسيرشرز بعدين ليشتغلوا صح. فحسب الـ NIH ما حدا لازم يشتغل ريسيرش غير لغرض الريسيرش اللي غرضه تضحيات، ما لازم يكون بريوريتي أولى. اللي غرضه مصاري ما يكون ريسيرش. حكينا فيها مطولا عن هالموضوع، وفي مين هلا عم يضحك على القصة. طيب هلا نحن حكينا انه اول ما نشتغل بحث هو بدنا نحط سؤال بحثي، بعدين نصمم دراسه، بعدين صار شيء اساسي انك بدك تشوف احصائي يعمل لك دراسه احصائيه قبل ما تبلش او تحط ايدك على اي مريض او اي موافقه اخلاقيه. بعدين بعد ما تكتب البروتوكول تكون حاطط ببالك انه انت كل كلمه حكيتها بهالبروتوكول رح تلتزم فيها. وانت بدك تكتب البروتوكول تكون اوريدي حاطط ببالك شو هن التابلز والجرافس اللي رح تستخدمهم، وأوريدي حتعرف وين المجلة أو البيبر أو الإيجنسي اللي حتبعت لها لتقدر تشوف لك البيبر. بس هذا برأيكم كافي؟ ما يصير في مشاكل أغلاط؟ أكيد لا.
نحن في عنا مخالفات فينا نعتبرها باللغة هيك الدبلوماسية، وفي عنا شغلات يسموها جرائم كتعنيف لهذا المصطلح. المخالفات اللي نحن عم نقصدها، في مخالفات هي بتحدث بشكل غير مقصود، بشكل ما الهدف منه الإساءة، هي عبارة عن بسموها human errors، الأخطاء البشرية، وهي ما في منها مشاكل، وإذا صارت فما بتأثر على السير العام للبحث، ولا بتؤدي لأنه يكون البحث بتغير نتيجته أو بيؤدي إلى إساءة للمرضى. بس في نحن شيء بنعتبره misconduct أو السلوك العلمي الغير أخلاقي أو السلوك العلمي الشاذ، اللي هو بيكون فيه يعني بنسميه تبرير لشيء غير أخلاقي. وهلا نحن نحكي كمثال، بس أنا أول شيء بدي حبيت أحكي على أهم ثلاث قصص بيشوفوها الطلاب أو بيشوفوها الممارسين للريسيرش، هن الفابريكيشن والفالسيفيكيشن والبلجرزم. أول misconduct رح نحكي عنه هو الفابريكيشن. شو يعني فابريكيشن؟ فابريكيشن مثل ما شايفين بالصورة، حدا عم يحط ماسك، حدا عم يحط عم يشتغل ترايل أو عم يعمل سيرفي، عم يعبي شغلة ما لها موجودة، عم يختلط من عنده، عم يعيش الحالة ويحط جواب لسؤال هو طرحه، ويحط إجابات من عنده، ويحط الإفكاسي تبع الدواء من عنده، ويحط معيار من عنده، وما في أي شيء مرجع له، وبالتالي هذا أكيد إجرام. الشيء الثاني الفالسيفيكيشن، اللي هو المانيبوليتينج للريسيرش، هذا كمان ما بيقل خطورة عن اللي قبله. الفالسيفيكيشن نحن الباحث أجرى بحثه، دون الترايل تبعه، بس في شركة أدوية دعمته وما فينا هو يحكي عن الدواء، فهو بيطلع بيشوف الأثر تبعه، إذا كان إيجابي فهو بيتصل بي، أو إذا طلعت النتائج كلها إيجابية فهو بغض النظر عنها وبيمحي النتائج الإيجابية وبيحتفظ بالنتائج السلبية إذا كانت تخدم بحثه طبعا. الشغلة الثالثة هي السرقة الأدبية، اللي هي مو بس إنك تنقل كتاب، إنك أنت تسرق فكرة، إنك تأخذ جملة، إنك تسرق مشروع كامل لحدا تاني بدون ما تعطي الكريدتس تبعه. في عنا مثل بالشام بيقولوا المي بتكذب غطاس، ما في حدا بينجو بفعلته بالنهاية، يعني بجوز ياخذ يقطف الثمار أول شيء، بس بعدين بدها تنكشف القصة. رح نحكي عن قصص بيحكوا عنها بالـ NIH، هي أمثلة واضحة بالعالم وهي دروس صراحة أكثر من إنه بهدف شخصي إساءة لها. في عنا دكتور بيزودا سنة 95 نشر بحث بالجورنال كلينيكال أوف أونكولوجي. بالـ 95 كان في مثل نقول زيادة أو تفاقم بحالات المرضى المريضات المصابات بسرطان الثدي المنطقي، وكان العلاج التلطيفي لهم هو بس علاج بالكيموثيرابي، وما كان في أي علاج جذري لهم لأنه بيعتبروا إنديستيج. في أحد أول التسعينات طلعت فكرة أنه ليش ما نعطي كيموثيرابي بشكل إنفيزيف كتير ونعالج الاختلاطات تبع الإنفيزيف بالكيموثيرابي اللي كان هي أشعة هي تثبيط النقي، فكان اللجوء إلى حل ثاني أنه نعطي كيموثيرابي بشكل إنفيزيف وبعدين نزرع نقي مرة ثانية. اشتغلوا عليها خمس دراسات بالعالم بأول التسعينات، بنص التسعينات خلصوا الخمس دراسات، أربع دراسات اجت نتيجتهم سلبية، مو سلبية بس إنه لا مثل بعض أو إنه في شوية significant، لا كانت النتيجة إنه سلبية، يعني المريضة اللي مع سرطان ثدي ومنتقل لسه هي أحسن من المريضة مع سرطان ثدي وعفوا عم تاخذ علاج كيماوي، احسن من مريضه سرطان الثدي وعم نعطيه علاج كيماوي قوي ونثبط له مناعته نرجع نزرع له نقي عضوي. الا اجى الدكتور بيزودا سنه ال 95 بجنوب افريقيا، طلعت نتيجه بحثه complete response 51% مقابل 4 استجابوا على العلاج الكيماوي البالياتيف، 51 استجابوا على العلاج الكيماوي الانفيزيف مع زرع النقي. نتيجة كانت صادمة للمجتمع العلمي بكل العالم، إنه لقينا حل، صار يطلعوا الوكالات أنباء إنه تم إيجاد حل جذري
لسرطان الثدي المنتقل عن طريق الكيموثيرابي. الفكرة انه العالم انصدم والعالم كله تشجع وكله فكر انه وجد الحل. ما حدا فكر انه دكتور بيزودا يكون عنده شيء ثاني او يعني عم يعمل فابريكيشن، انه هي قصة كانت جديدة فما كان في شيء قبلها. مين قام عليه اول حدا قام عليه؟ قاموا عليه شركات التأمين. شركات التأمين اول مين خطرت بالهم انه هذا الزلمة بده ينكبنا، نحن بدنا نلحق نعمل كل مريضة سرطان ثدي نجيب لها غير العلاج الكيماوي نحطها زرق ونعطيها انتبيوتيكس ونحطها بالاي سي يو ونحجرها فقصة كانت كثير كبيرة. هون المجتمع الطبي ما اجى ضده ومع الشركات التأمين، بالعكس اجوا معهم ساعدوه. ليش؟ لانه اعتبروا انه هذا الزلمة بالعكس عم يفيد البشرية إلى آخره. الفكرة انه صار في اجتماع استثنائي سنة 97 بأمريكا مشان يشوفوا انه ليش طلع اربع دراسات سلبية ودراسة ايجابية. يعني الخطأ معقولة اربع دراسات بأمريكا واوروبا طلعت سلبية وفي دراسة بجنوب افريقيا طلعت ايجابية؟ طب جيبوا لنا العالم خلونا يحكي شو عمل الدكتور. طلع وحكى وحاول يقنعهم بطريقته انه هو يحط مشعرات ومعايير إلى آخره. بعد منها طلعت كلينيكال ترايل كبيرة. الكلينيكال ترايل كبيرة كانت الفكرة منها انه يحاولوا يطبقوا نفس معاييره بشكل عام لتكون نقطة حاسمة بين شركات التأمين المشكلة وبين الدكتور. بعد 6 شهور تم توقيف الكلينيكال ترايل كبيرة. المريضات اللي كلها عم يفوتوا على الترايل عم يموتوا من تاني اسبوع. طب شلون طلع معه هذا 51 عم ينشفوا؟ طلبوا منه للدكتور يبعث الريكوردز، يبعث بيانات المرضى. الدكتور ما اعتبر ما رضي اول شيء، بعدين بعث حاله وحده. الحاله وحده هي كانت كيس ريبورت الدكتور بيزودا بعثها واعتبر انه مريضاته كلهم مثل هالحاله. ما اكتفوا، ضاجت العالم اكثر، صارت تبعات الموضوع عم يطلع اكثر واكثر. وإذا بتفاجئوا العالم إنه بتتشكل لجنة تحقيق بأمريكا وبيطلبوا منهم إنه يروحوا على مركزه على جنوب أفريقيا على المستشفى اللي عمل فيه الترايل. وإذا تطلع المفاجأة كالتالي، إنه البيبر اللي نشره في 1995 أخذت سايتيشن خلال 6 سنين 496 سايتيشن، وهو رقم كتير مرعب. وقت أجوا لعنده على المشفى يعني نحن قدام يا استكشاف علمي يا مصيبة علمية. اجوا على المشفى طلبوا الكونسرت فورمز ما لقوها، طلبوا الابروفر للمرضى ما لقوها. قالوا تم حجج انه نحن تخلصنا منها، ويعني حجج واهية مشان يضيع اللجنة التحقيق. طب قالوا له وين اللاب؟ وين المواد اللي استخدمتها؟ كمان قال انه هو ما لقاها. طب قالوا له وين سجلات المرضى اللي اجت على المستشفى؟ كمان ما استجاب لهم. بس اخر شيء قالوا له وين المرضى؟ يعني بدنا المرضى. اعطاهم مريضه واحده. الدكتور بيزودا هو كان فكرته انه هو عنده كيس ريبورت واحده واعتبر انه لقى اكتشاف كثير كبير، فهو طبق فابريكيشن بمخه، طبق تجربه وعممها وكتبها ونشرها وخلى العالم لمده 6 سنين تفكر انه في علاج لسرطان الثدي المنتقل عن طريق زرع مخ العظم. طبعا البيبر هي اول بيبر من نوعها بهي الترايل تنسحب من الميدلاين. بعد ما كانت جايبه 496 سايتيشن، مين كان الفيكتيمز؟ على مدى 6 سنين كان في هاندردز، يعني اذا ما بنقول مئات بنقول الوف من المريضات يلي حاولوا بضع دكاتره كانوا متشجعين لفكرته انه ايه خلينا نعطي كيموثيرابي قوي وخلينا نعالجهم ونزرع لهم نقي. المثال الثاني هالمره من عندهم نفسهم للـ NIH. عندهم مدير بالـ NIH في اقسام، في سيشنز معينه كل سيشنز بحطوا عليه مدير. فهالمره كان مدير لمشروع الاطلقينه للـ NIH هو للايجينج. سنه 2001 تعين دكتور اسمه بولمن، هو دكتور بالنسائيه، تعين لمدير مشروع الايجينج وعلاقته بالاتش ار تي. الدكتور بولمن هو كان مسؤول عن شيء 7 دراسات، بس الدراسه اللي كشفت سلسله اخطائه هي عباره عن سلسله عن دراسه اماميه لونجيتودينال بتحكي عن المينوبوز وعلاقته بالاتش ار تي الهرمون ريبليس ثيرابي،
الدراسة كانت من ضمن 35 مريضة لمدة 6 سنين. الدكتور بولمان ما كان عنده طريقة مثل الدكتور بيزودا هي الفابريكيشن، اتبع طريقة ثانية. كان مسؤول على 11.6 مليون دولار وأخذ لجيبته 2.6 مليون لهذا البروجكت تبعه. هلا هو ما حب يورجي العالم انه هو عم يسرق او يصنع داتا، هو بس عمل شغله صغيره، هو بس غير الالكترونيك ريكوردز. بالـ NIH وقت بيصير التجربه في حدا على الارض بيشتغل بيكتب مشاهداته وعلى الكمبيوتر بيطلع لحدا مانجر، فهو المانجر كان لهالمشاريع. فهو كان ممول من 6 شركات لهم علاقه بالمعالجات المعيضة الهرمونية. فببساطة غير الالكترونيكس ايفيدنس، وبعد ما اكتشفوا القصة بعدوه على السجن شي 366 يوم، يعني سنة ويوم. فهن تم هذا المحاكمة تمه على مدة 4 سنين. الفكرة منه انه حط مبررات اللي حطها هي موجودة بيعتبروها يعني مبرر انه ليش لا. أول مبرر كان عم يحكي إنه عم يقول لهم أنا كعالم أنا بهمني يتقدم العلم، فأنا حتى لو شيء بسيط غيرت فأنا ما كثير عم غير، فأنا إذا غيرت بشيء بسيط ولصالح الشركات فالشركات رح تدفع لي أكثر فأنا رح أشتغل للعلم. فهو كان أول مبرر أكيد لا، إنه ما في شيء ببرر الخطأ. الشيء الثاني اللي كان عم يحكي إنه اللي عم يشتغلوا معه باللاب هن الناس بدهم ياكلوا ويشتغلوا فبدون معاشات، فأكيد إذا بده يقول لهم للشركات إنه أنتوا بده ينقص شوي من الآثار السلبية للـ HRT على الأيجينج فرح يوقفوا الدراسة تبعه، فلا خفف شوي من حدة اللهجة تبعه مقابل إنه الستاف تبعه يضل يعمل ياكل ويشرب. وهو كمان حب يكون بما إنه صار مدير مشروع فإله صار هدف أكبر إنه يكبر، فإنه بده علاقات قصة وكونكشن نتوركينج وهالقصص. هلا واحد ليش بغير الداتا؟ سؤال كثير بسيط، احنا نبلش فيهم من الاقوى للاقل. انا زلمه طلعت ببالي فكره وهي الفكره عن جد ممكن تغير مسير مرض او دواء يغير مسير مرضى. جربته طلع منيح عمل ايفيدنس، بس انا هيك زلمه كثير بدي اعمل ضجه وجيب عالم اكثر مثل ما بيقولوا باكل السوق. فشو عملت؟ رحت شوي ساويت ارقام اكثر، يعني ايفيدنس خليتها موثوقه اكثر من قبل العالم، يعني صارت الارقام تفيدني اكثر من انه رقم بسيط، مو بس انه عم تدعم فكرتي، لا عم ترجي في فرق شاسع بيني وبين غيري. فالفكره انه هذا اول سبب. السبب الثاني في عالم لا بتقول لك انا بس بدي اعمل بحث لادعم فكرتي، ادعم فكرتي بغض النظر هي عطت فرق ولا لا. السبب الثالث هو انه اخي في عالم ما بدها لا هيك ولا هيك، بدها بس تعمل هالبحث وتاخذ هالورقه وترجيها للوزاره وتقول لها انا بدي اترقى وصير استاذ وكثر خيركم. الشغله الثالثه انه لا في حدا عم يشتغل بجامعه مثل جامعتي وبيجي استاذه بالجامعه بيعطيه فند بيقول له يلا بدنا نشتغل وكذا، فهو مثلا ظروف ما ساعدته بيقول له يلا الفند بدنا نشتغل فيها بحث، طب ما طلع معي انا ارقام، شو بدك تساوي؟ بدك تضطر تجيب له ارقام لتحكي ثاني يوم انا الجامعه عملت وعملت ابحاث فالى اخره. هلا في مثلث بسموه مثلث فرويد هن بيحكوا عنه كثير، انه 3 اسباب للواحد بيعمل مانيبيوليتنج، الموتيف والبريشر والراشناليزيشن والاوبورتونيتي. هذا النص الاول من المحاضره. النص الثاني انا بحكي على البلجرزم. نحن طول عمرنا نفكر ان البلجرزم هي بس المصطلحات السيئه، في منها المصطلحات ما بنقول ايجابيه بس المصطلحات العاديه اللي هي دوبليكيشن. الدوبليكيشن هي في منها مصطلح قانوني ليجمنت والمصطلح الليجمنت اللي نحن بنعرفه بالبلجرزم. برا وقت بتصير كلينيكال ترايلز بتتسجل، وقت بعد ما تتسجل بتتابع، ما بتصير خطوه واحده وتطلع نتائجها اذا كانت بعد مدتها 5 سنين او 10 سنين. فالكلينيكال ترايلز بتصير اول شيء وبتطلع نتائجها مثلا بعد 2 سنين. فاول 2 سنين تنكتب بيبر، بعد 4 سنين تنكتب بيبر ثاني، بعد 5 سنين تنكتب بيبر ثالث. هذا بلجرزم؟ هذا اكيد لا.
هذا اسمه clinical trial updating وهو شيء له علاقة بالduplicating وما له شيء سلبي بالعكس هذا حتى حاليا هلا صار اسمه cross mark وحتى بالكوكرين لازم انت دائما تعمل updating لمعلوماتك وهذا ابدا شيء ما له بالجوزن. Meeting proceeding هي انك انت تكون مثلا قاعدين شلة علماء او عاملين اجتماع بندوة بنقابة وحكوا بموضوع معين بحثي عم كتبت abstract بنهاية المؤتمر خلص الابستراكت رحت انت على شغلك سنة سنتين كتبت البحث رجعت نشرت البحث بناء على الابستراكت اللي انت ورفقاتك كتبته هذا يعتبر بالجرزة؟ هذا اكيد صح لانه انت بالنهاية حفظت حقوقهم وانت رجعت كتبت فول تكست على ابستراكت فهو ماله بالجرزة الارادة هي انك انت وقت عم تنشر بيبر هي مشكلة بالارقام يعني انت عم مشكلة بسموها تقنية خطأ مطبعي وهذا الخطأ مطبعي كان قبل يصير وهو يذكر بالتاريخ بس هلا ما عاد يذكر لانه على ظل الوجود الالكتروني هي القصص كلها راحت هلا الشيء الغير قانوني بهذا الموضوع هو الكوست اوف ميشن هلا الكوست اوف ميشن كان لها جيلين ابديت قديم وابديت جديد الابديت القديم كمان في حدا حربه شو بيعمل هذا الحدا الحربه بيبعث البيبر لاكثر من مجلة شو الفكرة منه؟ إنه يكسب وقت ويكسب بيبرين يعني إذا واحدة الأولى انتشرت فإنه بيكسب بمكانه طبعاً هذا الحكي تم معاقب عليه صاروا العالم شو يعملوا مثل ما حكينا بده بيحاول يعمل ينشر بمجلة قوية وبنفس الوقت هو متأمن إنه نسبة نجاحه 1% بينشر بمجلة أقل منه ونسبة نجاحه 40-50% فبيكسب وقت دبل بهالقصة وسرعة بالترقية هلا الجيل الجديد صار بالبوست ميشن انه واحد كمان حربوه شو بيساوي من كتر ما قرب موضوع لنفرض موضوع بخص السرطانات وطالب هو اندر جراجويت او هو هلا متخرج جديد فصار عنده نولج كثير كبيره وعمل بحث وصار عنده داتا كبير بس بالنهايه كونكلوجن واحد وحس انه بيطلع باكثر من بيبر بس كل هالبيبرات اللي عم يطلعهم كونكلوجن تبعهم وحده فمعقوله هذا يكتفي ببيبر واحدة أشبع له غروره فلا بكتب أكتب من بيبر بغير شوي بالتكنيك الكتابة بغير شوي بالأرقام بس الكونكلوجن تكون واحدة ما يعني ما بغير الميثودولوجي كروس سكشن كل البيبرات يعني بكتبهم كروس سكشن إذا بغير الميثودولوجي أو بغير بالأناليسز فهو موضوع مقبول بس طالما عم يشتغل بنفس الستادي ديزاين نفس الكونكلوجن فهذا ما له مقبول الباجوريزم هو اللي إحنا حكينا عنه إنه هو أنت عم تسرق كلمات عم تسرق فكرة عم تسرق مواضيع لحدا غيرك بدون ما تعطيه الكريدت طب نحن ليش هاي بنعملها؟ نحن ليش هي غلط الأول؟ إنه واحد يعمل كورس اوف ميشن أو بيعمل بلجرزم أو الفكرة إنه هو عم يضيع وقت الريفيورز عم يضيع وقت الريدرز الكواليتي تبعه عم تكون قليلة هو الغرض منه إنه بس بده عدد معين من البيبرز ما بده أي شيء ثاني طب احنا ايش بنساويها مثل ما حكينا احنا الغرض منا انه بس بده يترقى بده يطلع بالسلم الاكاديمي او السلم العلمي او يزيد راتبه انه بتعرفوا برا اللي بينشر اكثر بيزيد راتبه اكثر هلا في عنا تايبس للبلجرزم اول وحده هي الكلونينج انك انت عم تنسخ مثل من اول للاخير ما عم تغير ولا حرف ولا كلمه ولا فاصله استنساخ بما تعنيه الكلمه من معنى الكنترول سيل هي المقصود فيه الكوبينج يعني انت عم تاخذ شقفه من هون وتحطها ما عم تنسخ كل شيء بس باراجراف معين الفايند ريبليس انت هون تحربقت اكثر اخذت الباراجراف غيرت كم كلمه فيه تحربها اكثر واكثر انك تجيب اكثر من باراجراف من اكثر من قرنين وتقعد تدمجهم مع بعض الحربقه القويه لسه الجديده هي بتعمل ريسايكلينج انك انت تاخذ باراجراف مشان ما ينكمش لانه بالمراحل الاربعة الاولى بينكمش بالتشيكر بالبلجرزم تشيكر بالمرحلة الخامسة لا بيغير شوي بالترتيب يعني الجملة الاخيرة بحطها بالجملة الاولى والجملة الثانية بحطها بدال الجملة الثانية وبيغير شوي بيعمل ريميكس وبيحط بيغير الكلمات فما بينكشف هلا اخترعوا في من الجيل الجديد هو الهايبر الهجين ريسايكلينج هي على بيبر وحدة الهايبر هو انه لا يجيب اكثر من بيبر يهجنهم مع بعض ياخذ كلمه من هون وكلمه من هون يعني بيظبط اموره المشهد هو انه واحد عم يدمج اكثر من بيبر باكثر من اسلوب من اللي قبل يعني زلمه فهمان عرفان شو بده
آخر شيء هو الخطأ 404. حدا بيعرف الخطأ 404؟ ال 404 هو خطأ بعدم التوصيل. إنه يعني حدا بيحط paper سارقة citation ولسه ما انتشرت. فهو مين اللي بيعكده؟ اللي بعده اللي هو صاحب الفكرة لأنه تأخر بالوقت. فمين بيطلع البلجرزم اللي هو كان صاحب الفكرة. هلا ممكن يصير واحد معه بلجرزم هيك بلا مو قصده. ممكن. ليش لا؟ بس تكون كبيرة. تكون يعني شيء كثير. هلا هنن البرامج بيستخدموها بيحطوا من 100. فانه ما في بحث بيقول لك 0% بلجرزم. فبتكون تحت 10% فهي يعني مو مقبولة. هي طبيعية خلينا نقولها. في شيء من الميزه كثير اساسي عن الكومن نوليدج. الكومن نوليدج احيانا في عالم بتفكر انه الكومن نوليدج لازم كل كلمه نحط عليها سايتيشن. الكومن نوليدج لا ما تنطبق عليه القاعده. الكومن نوليدج له معايير. اهم معاييره انه يكون في خمسه مذكوره المعلومه بخمس مراجع او متعرف عليها من قبل المجمع العلمي. في احيانا دول جنوب اسيا وشرق اسيا ما بيحسنوا يعملوا ريفريزنج للكتابه. بيعتبروها انه انا ريسيرشر صغير واستاذ كبير انا بدي غير له كتابته فما بصير بنسخها مثل ما هي. هي اختلاف ثقافي ما له علاقه بالبلجرزم. مشان ما يصير معنا بلجرزم الشيء الطبيعي انه واحد يقرا البيبر بعد ما يقرا البيبر يفهمه بعدين يعمل شيء اسمه ريفريزنج ويكتب باسلوبه. اذا ما حسن بيحط الكوتيشن. طبعا بالوقت اللي بيستخدم الكوتيشن مو يعني انه البارافريزنج لا ما بتصير. لا هي البارافريزنج هي بتضمن حقوق تبع الكريدتس وانت بتحط لها سايتيشن. شو بصير اذا واحد عمل بلجرزم؟ بسيطه بينحط على البلاك ليست بيتقاضى بتنسحب منه بتنسحب البيبرات بينطرد من شغله بتتأذى سمعته بيتحاسب قضائيا وبتجازى ماليا. في عنا مواقع لكشف البلجرزم بلجرزما والدوبليك تشيكر. دول اشياء اثنين لان NIH بيحكوا عن الـ ORI اللي هو الـ Official Research Integrity اللي هو التول تبعه اسمه ديجيفو. بيعتقدوا بالـ NIH المثال اللي حاطينه بس أنا ما كتير اقتنعت فيه صراحة إنه أمريكا كندا بريطانيا والدول العظمى إنه هي ما عندها كتير duplication. الدوبليكيشن أقل كل ما كانت الدولة أقل بحثيا. هي لا هي القصة ما بتعتمد على الموضوع بتعتمد على الباحث بحد ذاته. الانتجريتي لأي باحث هي انتجريتي خاصة فيه بغض النظر بالدولة اللي كان عايش فيها. فبس هذا الجراف حطيته مشان نورجيهم او نحن نكون عندنا فكره انه لا ما له علاقه الدوله بالنزاهه. شو ما كان البحث وين ما كان اي دوله باي قطاع بشو ما كان المحتوى هذا الشيء ما لازم ياثر على النزاهه تبع البحث. المجله نيتشر السنه قبل الماضيه 2016 على ما اذكر كانت منزله بيبر انه قديش هي بترفض بسبب بلجرزم. ترفض 26% يعني ربع الانتاج اللي بيجي لنيتشر بترفضه لانه في بلجرزم. هلا رح نسال كم سؤال هيك عصف ذهني مثل ما بيقولوا. اذا انا طلعت ببالي فكره بحثيه وانا زلمه كثير شاطر بالبحث بس ماني شاطر بالكتابه او ما عندي وقت ورفيقي كان كثير شاطر بالكتابه وانجليزيته منيحه بس ما له علاقه بالبحث العلمي ولا له علاقة بالبحث اللي أنا كتبته اللي أنا ببالي ونفذته ولا له علاقة بتحليل النتائج ولا له علاقة بالميثودولوجي. هذا بنحطه أوثر ولا لا؟ لا لا. مين بيقول إيه؟ طيب معلش نرفع إيدنا. عيد السؤال. أنا زلمة كتير شاطر بالبحث عملت بحث الميثودولوجي أنا ساويتها الفكرة أنا جبتها الأناليسز أنا ساويته بس صفي جيبك يقول لك يا محمود بعد اذنك انا ما عندي قدره الانجليزي وما عندي خلق اقعد اكتب تعال اكتب لي اياها البيبر. بيدخل بالاوفر وقت بتقدم مقاله دائما بيسالوك كل كاتب شو عمل. تمام. ف
فقول شو دوره؟ أنا راجع لو كان مراجعة بس لو أنت حط المقالة وعطيت رفيقك راجعة فبينحط اسم هذا الأوتر بينحط إنه هذا راجع هذا جماعة هلا تمام هلا أنا بس لأحكي الفكرة أنا من وقت ما كنت سنة تاسعة وأنا بحضر كورسات وبحضر أونلاين وبقرأ بالكتب صراحة بكل مرة بتذكر هذا الموضوع بصير خلاف 2015 إذا جايدلاين حط له الموضوع بشكل صريح أكثر شيء لازم يكون مساهم بأربع شغلات هلأ رح نذكرهم بالترتيب بس الشيء الأساسي اللي لازم نذكره ما بصير حدا يجي يكتب بيبر لا له علاقة بالفكرة ولا له علاقة بالتحليل ولا له علاقة إذا طب أنا ما بدي أتأكد أن هالبيبرات هالمعلومات جايبة يعني ما استقصى صدقي بالاناليسيس ما استقصى صدق الفكرة هذا الشيء صراحة لا يدخل ضمن الأوثرشيب لا يدخل ضمن الأوثرشيب في عالم هنا بالـ NIH رح نذكرها هلأ جاي سؤال لا مو ريفيو نحن عم نحكي فيه أنا ما عم بحكي ريفيو هو كتب المقالة هو كتب المقالة ككتابة يعني بجوز ما يكون طبيب دكتور هذا اسمه ريفايز مانسكريبت طب هلا نشوف الجايد لاين نحكي سوا ال NIH بيقولوا ايه الجايد لاينز اللي نزلت بال 2015 بتقول لا فالجواب هو فعلا يعني محير طب سؤال اذا انت ببالك الفكره وانت بتشتغل بمشفى وبحاجه لحدا ينمي لك الخلايا او يعمل لك التجربه البحثيه بالمخبر اللي بيشتغل بالمخبر بفوت معك اوثر ولا لا اكيد لا طب اللي بيلم داتا طب اللي بيدخل داتا اجبار اللي بيلم ايه داتا كولكشن ما بيدخل داتا كولابوريتور ما بيدخل داتا انترينج ما بيدخل داتا اناليسز ما بيدخل الا اذا كان بحاله وحده الاحصائي ما بيدخل بالستاتستيك لانه هو بياخذ مصاري اذا ما اخذ مصاري وكتب لك التفسير تبع الريزورس فهو بيدخل بهالحاله الوحيده فقط اذا حدا اشتغل نص البحث كاكسبيرمنت وكان معك بالبيبر مراجعه فقط ما كتب شيء ثاني ما عمل شيء ثاني ما كتب كتابه يعني ما ساهم بافكار بس راجع وكتب نص او اشتغل نص البحث يعني مثلا عمل ترايل في الترايل في عندك randomization و recruitment اشتغل البروسيسنج تبعه بيدخل ولا لا بيدخل حدا هيك حربو راح حكى مع جامعة حكى مع منظمة مع شركة أدوية جاب فند بيدخل طيب إذا حدا كتب proposal لبحث بيدخل إيه بس كتب proposal بيدخل طب إذا حدا جاب فكرة وبس هلا كمان في هلا بنحكي فيها كمان هي نقطة خلافية هاي كتير بتصير شو رأيكم إذا حدا قال لرفيقه أو بين قوسين لرفيقته ما اشتغل بتصير ولا ما هلا أنا أقول لرفيقه بس هو في استاذه في أخوه ما اشتغل ما أنا معزل ايه في شيء في قواعد ناضجه من الموضوع فيها شويه امور خلافيه بمواضيع انه اللي جمع الداتا اللي دخل الداتا الاحصائي في مين بيعترف بفضل الجميع وبيحطهم في مين بيكون ستريك اكثر انه لا بده يكون داخل بفضل الموضوع اكثر بس في مواضيع ما بدي اخذ عطايا تمام هلا هي الفكره الاخيره اللي كنت عم بحكي فيها انه حدا جاب فكره لبحث بيدخل هي اول انا اول نقطه واخر نقطه استقصد انه احطهم اول نقطه اللي حكينا فيها انه شو كانت اول ايه انه اللي بس بيجي بيكتب البيبر فقط ما له علاقه باي شيء ثاني وما تدخل بسير البيبر كله بيدخل ولا لا وانه واحد بس جاب الفكره وما عمل شيء ثاني بيدخل ولا لا الجايد لاينز اللي نزلت 2015 كان كتير بصراحة ستريكت وواضحة بهذا الموضوع وحددت أربع قصص أساسية لحدا يدخل بالداتا أول واحدة إنه يكون
له علاقة بديزاينينج للبروجكت أو للترايل. الشيء الثاني إنه عمل انتربريتنج للداتا. الشغلة الثالثة إنه كتب أو عمل ريفايزنج مثل ما قال الدكتور. الشغلة الرابعة مو بس هيك، لازم يكون آخر شيء يعمل أبروفل إنه هو موافق. في أحيانا كتير أوثرز بيكتبوا بعدين ما بيعجبون فما بيدخل، يعني لازم أي مجلات بيطلبوا توقيع تمام، بيطلبوا assignment و signatures بالموضوع. هلا آخر شيء بس أنا حابب أحكيكم إياه هو الأوثرشيب. نحن دائما يعني بنفكر إنه الأول هو أحسن واحد وآخر واحد وأقل واحد، ومن هذا الحكي كثير بنسمعه. هلا كمان هي من وقت ما كنت انا من السنه الثالثه لهلا كمان بسمع نفس القصه. انا بفوت ببحث بدي يكون الثاني لا الثالث لا قبل الاخير. القصه واضحه كثير. الليد اوثر بيتذكر محمود اول ما بلشنا كان في حكي بيناتنا انه بكل بحث في حدا بيشيل البحث والباقي بيدعم. الزلمه اللي بيشيل البحث هذا اسمه الليد اوثر، اللي بيشيل البحث هي بيقعد اول واحد. مو يعني انه بيشيلوا البحث يعني خلص هو الكلمه العليا فيه وكذا، بس هو اكثر حدا عم يعطي مهام، عم ينسق بين العالم، عم يتابع الاحصائي، عم يتابع المشرف تبعه. بجوز ما يشتغل بس هو عم يشيله للبحث، يعني عم يدفش. فالبحث بيكون موجود باسمه، بيكون هو الفيرست اوثر. الكو اوثر مو يعني شغله ما منيحه او يعني اقل من الاوثر، هي نفسها، بس هو ما بيكون هو، بيكون كو. الشيء الثالث سينيور اوثر. هي كمان كتير بصير عليها قصص خلافية، إنه أنا آخر واحد، بهو من الثاني للأخير اسمه الأول ويخاطب، يعني ما عاد فرقت بين الثاني والأخير. فالسينيور أوثر هو صار متعارف عليه شغلة فخرية، إنه الأستاذ بيكون آخر واحد، يعني بالعكس هي مفخرة للأستاذ إنه أنا عم بعطي مجال لغيري يظهر ويشتغل. مو يعني شيء سيء إنه والله أنا كنت بالأخير، أو اللي بيشتغل أكثر بنحط أول واللي بيشتغل أقل بنحط أخير. الترتيب من حيث الأهمية دائماً أول هو الأهم، الأخير هو الثاني بالأهمية، هو مدير البحث المشرف إذا كان في مدير البحث. يعني في شهادة في شهادة فرنسا بيطلبوها بعد الدكتوراه الأبتدائي أو الشيخ، لازم يكون مقدم ثلاث أربع أبحاث هو كاتب أخير، لأنه هذا له قدرة على إدارة بحث علمي. ترتيب الأهمية الواقعي الأول والثاني هن الأكثر أهمية، وفي بعض الأبحاث بعض المجلات تطلع كوأوتر إكويفلنت تمام، فبكون الأول والثاني بريفرنس بيكون نفس هي العلاقة بال يعني بالترفع تمام بالمناقشة الدكتوراه اللي هو ناشر أول باحث. أحيانا في مقالات بيعتبروا الأول والثاني نفس الأهمية، يكون الاثنين متساويين البحث يصير على اثنين تمام، فبيكون إشارة أحيانا تمام، واللي بالنص بقى حسب الوجهة. الكورسپوندينج هو شو الفرق بين الكورسپوندينج والكونتاكت بوينت؟ حدا بيعرف؟ حدا عنده علم؟ حدا عرفان سمعان بالكونتاكت قبل الأوثر؟ هذا شغلته جديدة على فكرة، أنا من ست أيام عرفته. الكورسپوندينج هو الشخص بيبعث للمجلات لعم يحسب مشن، بيتراسل مع الإديترز والإديترز شيف وكذا لياخذ ويرد البيانات الجروب تبعه والمجلة. طب وقت بيبعثوا له التصحيحات والريكومنديشنز والملاحظات مين بده يشتغل عليه؟ الكونتاكت. الكونتاكت بجوز يكون واحد من هدول المصانيات كل الاول، مو شرط يكون الاول يعني، وحتى الكورسوني مو شرط يكون الاول. احنا عندنا لازم يكون كلهم ايه، بس لا هلا من جديد تغير القصه، هي ثقافه ان شاء الله بتتعمق تمام. هلا بس اخر فكره انا حبيت احكي فيها هي الثلاثة جي. الثلاثة جي هن الجوست والجست والجفت. الجوست هو الفكرة اللي حكينا عنها اللي قلنا عنها انه هي ما لها أخلاقية. نحن منظمة، عنا مشفى، عنا مركز عيادات، وعنا حدا بيشتغل بحث بس ما له فاضي يشتغل، فبيحط الميثودولوجي، بيحط بجيب الأحصائي وبيشتغل، بجيب حدا ضيف من برا بيعطيه مصاري بيقول له اكتب لي بيبر، فهذا اسمه جوست. هذا نحن ما بنعرفه، وهذا الشيء ما له أخلاقي، لأنه بالحالتين إذا اللي بده يشارك البحث ما لازم بس يكتب ويمشي، يعني مو على ما هالقصة، مو استخدام لغة ومهارات كتابية بالنهاية. الجيست هو حدا دكتور مروان الكل بيعرفه بالانفرتيليتي، فأي حدا بده يقوي البيبر تبعه بحب يقول له دكتور مروان عملية ريفايز لي، وأنا إذا بتفضل تكون معنا لسببين. أول سبب وقت بيعملها ريفايزنج هو عم ياخذ خلاصة
الخبرة تبعه، فهو عم يساهم كتير إنه الفيبر تبعه تندفش وما ترجع له وتنشر بوقت أقصر. والاسم والشغلة الثانية إنه اسم السوبرفايزر زي معك رح يدفع كتير الفيبر لقدام، وبالتالي أنت كسبت عصفورين بحجر. في عالم تنشر بيبرات بناء على اسم باحث، فهي معرضة أكثر هاي بيبر للسايتيشن. آخر شيء الجفت هي إنه حدا بده بهدي حدا هدية، مثلا كان أول حدا دخلوا بالمجال الطبي، أول حدا له هيك أثر كبير بحياته، وهيك بتكون كثير بحالات نادرة. وتصور هيك انتهت محاضرتي، وبشكركم كثير.